بسيح معلقتين زبده لكل ترت، معلقتين زبده بسيحهم على نار هاديه، وبعد كده بجيب البسكوت بتاعي، البسكوت بتاع الاطفال بتاعي بتاع الفانيليا وبتاع الشوكولاته، بحطه في الكبه، نوعين من البسكوت اهوت، احطهم في الكبه ده لترتتين، وبحط عليه سوداني باودر، سوداني اكون طحناه في الكبه وانعمه، وبعد كده هبدا اديله يا عم حسني الماده الرابطه بتاعته، معلقتين الزبده، انعمه اهو خالص يا جمالك يا حسني، تفاصيل يبقى باودر. بص بقى باودر، خد طعميه بقى من غير سوداني، عندك بندق حطي من غيره زي ما انت عايز، ما فيش على حاجه، اهم حاجه بقى باودر كده. وعندي الزبده بتاعتي سيحتها، معلقتين زبده لكل صنف، وهعمل لكل صنف صوص على النار عشان اديله الطعم اللي انا عايزه، اذا كان كراميل، اذا كان شوكولاه، اذا كان نعناع، او اذا كان قرفه. خدي بالك من التركه دي بقى، واحده واحده كده مع بعض. سيحتهم كلهم، مقاديري كلها مع بعض عشان ابدا اعمل بسكوتات واعمل قواعد بتاعتي. اهم حاجه الطحن اهو قدامك بقى باودر خالص، البسكوت اللي اولادك بيحبوه اللي هم الاكياس بتاعتك اللي هي ال 200 جرام دي، اذا كان بطعم الفانيليا او بطعم الشوكولاته زي ما انت عايز. وعندي هنا معلقتين الزبده لكل ترت سيحتها. تعالى كده يا حسني، هنزل معلقتين زبده لكل صنف، واحده واحده كده اهو، اول ما تبدا تربط تبقى عجينه خلاص كده، اهم حاجه تبقى عجينه، خطواتك كده كلها قدامك، ما تستعجليش عليها في الكبه بتاعتك، بقت عجينه رمليه. بص هي التركه هي دي، بقت عجينه رمليه، الزبده اللي نزلت عليها هي اللي خلت لها تجانس. هبدا اخد شويه عشان افردهم، طحنها تاني عشان الجناب دي، بقت خليط كل واحد. اروح جايه يا عم حسني مقسماها بقى، العجينه بتاعتي مقسماها شويه في الطرت ده عشان هوريكي اعملها ازاي، وشويه في الطرت ده، واروح للايه للطرت التاني اللي انا جايبه برده، موريكي كذا شكل يا حسني. عندي ده هعمل فيه صنف برده، او ده ما توقفيش على حاجه، هنحط شويه هنا ونفردهم بايدينا ونضغط عليهم بظهر كوبايه يتماسكوا، حطهم في التلاجة عشان الزبده تبرد فتعمل الخلطه اللي انا عايزها.